ورحمته وبركاته في هذا الصباح، في هذا الانطلاق الجميل والرائع، في هذه الأجواء القائمة وفي بشاير الخير على ميدان التحدي بهطول الأمطار في هذا الانطلاق وفي هذا الصباح. فتحت بوابة الثمانية كيلومترات في صباح هذا اليوم، وبدأ الجزء الآخر من السباق السنوي الكبير لفية الكبار والرقص مع الكبار الجميل والرائع. انطلق الشوط الثامن الخاص بالجعدان الثنايا بهذه الأعداد الكبيرة، بهذا اللقاء الشيق، بهذه الانطلاقة مباشرة. أبحر في عمق الميدان وأخذ المركز الأول. المركز الأول يتقدم رياض، رياض مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يتقدم ويقود المشاركين، بينما ياتي في المركز الثاني، يتقدم في المركز الثاني أشقر علي بن خميس بن محمد الخذيري ياتي في المركز الثاني، نقل على المركز الثالث، ثالث المراكز من الجانب الآخر. تابع يا راعي مصيحة وشوف رقم المركز الثالث، تقدم في هذه اللحظات شاهين في المركز الثالث، عثمان بن ضيف الله بن عايض العجمي يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من الأسد، الأسد هيام بسعيد بالكيلة العامري. والمركز الخامس وصل بالدبيه من الجانب الآخر وغير مواقع ومسار هذا الشوط إلى المركز الأول مع شاهين عوض بن محمد بن سعيد بالدبيه العفاري. هذه الخمس المراكز الأولى، هذه الخمس اللي انفردت، اللي انفصلت عن بقية المراكز. ولكن شوف السيل، شوف هذا الكم، شوف هذه الأسماء، شوف الشعارات العملاقة، شوف شعارات يا أبناء الخليج الواحد القادمة والحاضرة في ميدان الشحانية المنطلقة مع الجزء الثاني من هذا المهرجان، مع رقص الكبار وفي أول أيام الكبار مع الثمانية كيلومترات. ترقبوا الكثير في هذا الشوط، الأسماء خلف الخمس المراكز لا يستهان بها أبدا ولا تقلل من قيمة الخمس المراكز الأولى. نعود إلى المراكز، إلى المركز الأول. المركز الأول يتقدم شاهين عوض بن محمد بن سعيد بالدبيه الأعفاري، مقدم شاهين على المركز الأول، يتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقه ويقود رأس الحربة في هذا الأسماء مع هذه الانطلاقات. أما المركز الثاني يتقدم في شاهين، ويأتي عثمان بن ضيف الله بن عايض العجمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز يتقدم ويأتينا في المركز الثالث هذا الأسد، هذا الأسد هيام بسعيد بالكيله العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع يتقدم في أشقر لعلي بن خميس بن محمد الخوذي، يتقدم من أحد شباب السلطنة كذلك القادم إلى ميدان التحدي في هذا المسار. المركز الخامس يتقدم خامس المراكز أيضا رياض وصاحب الأرضية ياتي بن ثلاب ليقدم رياض مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري. الخمس المراكز لم تتغير، الخمس المراكز لم يسير فيها تبديل ولا تغيير، لأنها الثمانية كيلومترات مشاهدينا الأعزاء تحتاج إلى التأني، تحتاج إلى التفكير، تحتاج إلى حسب أمتار كل هذه المسافة. حتى الكيل الاثنين كيلو متر أو أقل عن ذلك، يا سلام يا سلام يا سلام، هكذا. وهذه الأسماء العملاق اللي ياخذها مصورنا اللي خلف المراكز الخمس خارج تغطية الإذاعة، ولكن تغطية الإعلام والكاميرا تتجول للكل، تتجول للكل مشاهدينا متابعينا الكرام. عوده إلى المراكز الأولى، عوده إلى الانطلاق، إلى الانطلاق الأول في هذا المسار وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية
بداية هذا الميدان مشاهدينا متابعينا الكرام. عودي إلى المركز الأول، عودي إلى الانطلاق الأول، لا زال بالدبية يقود مساري هذا الشوط مع شاهين عوض بن محمد بن سعيد بالدبية العفاري الذي ينطلق مع المركز الأول مع الانطلاق الأول ويسيطر على الجعدان الثنايا يقودهن في هذا المسار في أحد أشواطنا وهو ثامن الأشواط. بدأ التحرك والتغيير من على المركز الثاني من قبل الأسد اللي كان في دائرة الخمس المراكز، ولكن انتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني. يأتي هيام بسعيد بالكيل العامري من يقدم الأسد في هذا الصرح الكبير في هذا الانطلاق الكبير. المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز، ويأتي رياض مع مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يتقدم كذلك أشقر لعلي بن خميس بن محمد الخوذيري على المركز الرابع. يأتي اسم جديد ويتدخل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات ليتقدم هنا الكايد لعلي بن صالح بن حمد بالحول المري يتقدم على المركز الخامس. هذه الخمس المراكز بدأت الأسماء تتقارب، بدأت الأمور تتحرك في هذا الشوط وفي الثمانية كيلومترات رقص الكبار وانطلاقة الكبار في هذا الشوط في هذا الانطلاق. السيارة والسويتش يلمع وكل في النصر والفوز يطمع والخالج بفضله يعطي ويمنع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام زعفراني وناموسي هذا الشوط. أمنية كل المشاركين، أمنية 52 مشارك والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هكذا نعود إلى المراكز الأولى، لا زالت السيطرة تحت أقدام شاهين اللي يقود مسار هذا الشوط اللي يقدم الأداء الجميل والعرض التلقائي بدون أي توامر. آلية في الأبطان ومركز بالدبية يسير مع هذا الانطلاق بخطى ثابتة بتركيز عالي المستوى. هذا هو اللي هو شاهين عوض بن محمد بن سعيد بالدبية العفاري من أحد شباب دولة الإمارات العربية المتحدة يتقدم مع هذا الانطلاق. المركز الثاني يتقدم فيه وياتينا الأسد انهيام بسعيد بالكيلة العامري ليحمل السلامات العناوية في هذا الصباح وفي هذا الانطلاق. المركز الثالث يتقدم بن ثلاب، يتقدم بن ثلاب، يتقدم بن ثلاب على هذا الانطلاق. مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع رياض وسلالة رياض العريقة والجميلة. المركز الرابع رابع المراكز، يلا يا الخوذيري أهالي السلطنة، أهالي السلطنة يتابعون مشاهدين العزاء. أهالي عودي إلى المركز الخامس لنكمل ندانا. يتدخل في المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق والتواصل. هذا هو الكايد العلي بن صالح بن محمد بن حول المري في هذا المسار. لا زالت الأمور في مشاهدينا العزاء في هدوء الذي يسبق عواصف في هذا الشوط. ترقبوا المزيد، ترقبوا العديد، تابع يا متابع عبر شاشة الريان المتابعة الناقلة عبر شاشة دبي ريسنج شاشة مشاهدي العزاء الدوري والكاس والكثير من الشاشات الناقلة لهذا المهرجان، مهرجان أمير البلاد المفدى الرائع الذي حمل هذه الأسماء وهذه الشعارات في الأصالة في عالم الناموس في هذا العالم الساحر. غير بالكيلة إلى مقدمة الشوط، غاد الأسد استلم مهمتي هذا الشوط وانطلق ليتحمل المسؤولية ويبدل ويأخذ المركز الأول من شاهين بالدبية. ولكن الأسد اللي تقدم وأمر مشروع لكل مشارك أن يخطف المراكز الأولى في أي وقت في أي حين
يتقدم مشاهدي الاعزاء الاسد نهيان بن سعيد بالكيله العامري على راس حربة هذا الشوط، ولا زال اللي ينافس اللي ينطلق شاهين عوض بن محمد بالدبية العفاري في المركز الثاني، بن ثلاب لا زال في دائرة الثلاث المراكز الأولى التي تنطلق مشاهدينا الأعزاء. هناك ياتي بن ثلاب في المركز الثالث، اما المركز الرابع يتقدم في المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء اللي هو القاطع، القاطع وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي اللي انطلق على المركز الرابع، اذا هو رقم 51 منطلق مع المركز الرابع. يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس، خامس المراكز يتقدم مدوخ لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري، وصلوا الأسماء انطلقت الثنايا، بدأت الأوامر مبكرة مع الكيلو. وين الكيلو الأخير؟ خلاص 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 خلاص، بالكيل لا زال مسيطر مع الأسد نهيان بن سعيد بالكيل العامري، ولكن يا سلام يا سلام يا القاطع، القاطع مشاهدينا الأعزاء سالم بن عامر بن راشد المدهوشي من أحد شباب السلطنة، كذلك الحامل هذا التحدي، ولكن اسم جديد ما يبنى لها طاري. طيلة مسافة السباق في هذا المسار، تدخل في هذه اللحظات، غير أمور الشوط، قلب موازين الشوط، حمد بن حربي بالطشة العامري مع شاهين، مع شاهين انطلق على المركز الأول وتقدم مدوخ علي بن راشد بن سعيد البريص المري، رافع الراية بن راية، راية النصر عاد بن ثلاب، عاد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري لقمة التنافس. سيارتي هذا الشوط، ناموسي هذا الشوط، في هذه الأجواء الرائعة، في هذه الأجواء الممطرة، يا سلام الثلاثية. انطلق مدوخ لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري، خلاص بن راية حسم الأمور، بن راية حسم الأمور، وبالطش غادم في هذا الانطلاق، ولكن بالراية يا سلام، هذا هو مدوخ. تهانينا لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري على الفوز وانتزاع السيارة في هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصل في شاهين لحمد بن حربي بالطش بن ثعلب العامري، والمركز الثالث وصل في أشقر لعلي بن خميس بن محمد الخذيري. المركز الرابع، المركز الرابع من انطلق في رياض لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري، والمركز الخامس مشاهدي الأعزاء الفارس محمد بن حميد بن سلطان بن الكديدة الفلاسي. هكذا كانت الخمس المراكز الأولى. نعود إلى التوقيت الزمني، وهذا هو مدوخ لعلي بن راشد بن سعيد البريص المري، 8 كيلومترات قطعها في 13 دقيقة 4 ثواني وتسعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، بينما المركز الثاني وصل في شاهين قطع المسافة في 13 دقيقة وست ثواني بالوفاء والتمام، حمد بالحربي بالطش العامري، بينما المركز الثالث اللي وصل فيها أشقر في 13 دقيقة وسبع ثواني وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس مشاهدي الأعزاء لعلي بن خميس بن محمد الخذيري على الفوز بالمركز الثالث.